القدرية، وهذه قضية خطيرة. خلونا نشوف هذا الطرح ليش اجى بهذا الطريق. وبالمناسبة أنا قاعد أحرف عن المكتوب لسبب يتعلق بزخم الحوار بين السياسي والثقافي، وخاصة في إطار يعني في إطار الديمقراطي وبالتحديد اليسار. وهذه مسألة ضرورية أن نتكلم كيف نعالجها وكيف نصل إليها. يعني اسمحوا لي وأنا أتحدث عن قضية تعريف الثقافة ومسارها وكان كيف نتعاطى مع الثقافة لسحب هذا المجتمع باتجاه محدد أن يكون جزء من هذا المن الحلقة اللي يقول أن الثقافة تقود الوعي الاجتماعي نحو مواقع أخرى مختلفة نوعيا عما يجري على الأرض. يعني أزعم أن لو استطاع المثقف العراقي، المثقف بمعنى الجمعي ليس بمعنى الوقت الممتاز، بمعنى الجمعي بمعنى أكون خبرة ثقافية حق الوقت الممتاز، أن يقدم خطابا ثقافيا ببرنامج محدد ينهض بوقع يعني البنية الداخلية، الجانب البنية في الثقافة على صعيد من يقوم بها من ينتجها، وعلى صعيد القيم الموجودة فيها في حالة أزموية ليس لوقت العراق حسب، ولكن بعمل وضع إنساني عصر فيه من التحديدات. عموما الآن في عندي فكرة العلاقة بين الثقافة والمجتمع على معلم على كذا علم، وكان الحكي ندور في المجتمع على العقل على القيمة المعرفية والقيمة الثقافية. هذه قضية في المجتمع يفترض أن الثلاثينات والأربعينات كان الجهل ما زال سائل، كان ما يسمى تخلف بين أوصية ما زال سائل في المجتمع بسبب تخلف علاقات الإنتاج وكذا، أسمي مسؤولين السياسيين والاقتصاديين لعوا الاقتصاد السياسي عن هذه القضية، لكن المجتمع كان يمتلك وعي في الأخرى. ثقتي أن المجتمع العراقي اللي أتحدث عنه وأقول العراق والعراق العراقي، المجتمع ما زال إلى يومنا يمتلك آثار ما نسميه المنطق العقلي الموجودة في تراث الإنسانية قبل 10,000 سنة. بالمناسبة كثير ناس يقول 6,000 7,000 والحديث عن يعني الفترة المتأخرة للحضارة السومرية، لكن الحضارة السومرية على عمر الآثاري الآن ما أتحدث عن الآثار، الآثار المخرقبة المهملة، وأول من أهملها وأغفلها سيبك من الدعاية وأنه موجود في برنامج هذا حزب أو ذا حتى يزوج بالعكس. ما اعتقد يدور مو على معلم ولا على استاذ جامعي. وهذا القصد في العلاقه بين المجتمع وبين الثقافه. الان صار انفصام بين ثقافه النخبه والثقافه العامه، وهذه خليها نقطه وسبعه. اما الثقافه والسلطه فالقضيه متعلقه في انه ما السلطه الموجوده في العراق في الاتحاد. هذه السلطه بالتأكيد سلطة سياسية، كل القشمريات والهالة القدسية الدينية والمرجعيات الدينية، هذا الموضوع أدوات وأساليب موجودة بيد السلطة للوصول لغاية معينة في وجود المدن، قضايا تتعلق بتقنين فلسفة الفساد وبتقنين هذا الكرسي بالموقف من المثقف بالموقف من العقل الواقع. ما هم 10 ولا هم 100 ولا هم 1000، صاروا بالآلاف اللي يتم تصفيتهم، والواحد منهم إذا انخدش في أي بلد بالعالم بالصومال هم يقولون فلان كذا للإسم. إحنا ما عدنا نلحق على الأسماء. طيب اليسار العراقي أريد بيان واحد، أنتم سياسيين إذا العلاقة بالسلطة أن اليسار صار في خيمة السلطة حتى في علاقته بالثقافة.
في علاقة وقيدة ممثلي والثقافة وهم الجسر لهذه المسألة. أما اليوم كل الديمقراطيين ما عندهم محامي موجود بأوروبا أكثر من هذا. البجاحة وصلت أن السلطة تتحدث عن أنه من يقتل المثقف هو زملائه وأصدقائه وشركائه في إنتاج الخطاب. الخطاب أكثر من إدانة شديدة في اللهجة، حتى صيغة الإدانة شديدة اللهجة بقت كلاسية وأبرد من فريز الثلاجة أي بيت بالعراق الأمريكا. الآن باعتقادي حديث الثقافة ينبغي أن يلتقط الرأس أن العراقي قوانين ما يسمى دين، اصطلاح كلمة دين ويتصرف في ضوء. أما رجل الدين يكون سلوك كما سلوك كنيسة القرون الوسطى ظلام الأوروبا يسوي الآن جامع القرن 21 ظلام المعارضة البسيطة اللي إذا قل المرجع لأن قوسين الدين والحقيقة هو سياسي. إذا قل المرجع كهنوتي هذا السلطة السياسية الذي أسقطت عليه قدسية إلهية أن هناك الله على الأرض على الأرض وأنه هو المتحدث المقدس وأنه ما يقول هو أوامر ونواهي وأنه هو المرجع الذي يتكع عليه حتى في طريق الخطأ. يعني مواطن أحيانا يحس أنه في تناقض بين هذا العمل وبين الأداء اليومي، ومع ذلك يمضي في هذا الأمر. ما السبب؟ السبب في تركيبة ذهنية العراقي في الوقت الحالي. ذهنية العراق الآن مسروقة من المثقف، وطالما هي مسروقة من المثقف واليساري النخبوي اللي هو أنا لا أشك ولا أشكك في إخلاص ولست خارج إطار لا اليسار ولا الديمقراطية، ولكن النقد الذاتي البنيوي لأنفسنا ضروري أن نتحدث عن أنه أنا حتى مع التمسك بالمبادئ الثورية بتلك الشعارات بتلك الفلسفة من حيث المنهج وليس الجمود على عبارة. ومع ذلك هو التغيير الذي يواكب العصر من دون أنه إحنا متفقين، لكن وين التغيير؟ الخطاب الثقافي اللي صار وينه؟ إعلام الديمقراطيين ومنهم وعلى رأسهم اليسار الآن غير قضية الإعلام، هي بالعناية بالتشكيلي بالمسرحي بالغنى. وين؟ في فوقية، في استعلاء هذا السياسي على الآخر. طيب لا تقول لي أنه في رفاق وفي رفاق، وأنا ما أتحدث الآن عن حزب دون آخر، الحركة الديمقراطية عامة. هي حركة ديمقراطية ناشئة الآن في ظروف غير مقتدرة أو يسار عليك ولا حتى علاقتها الآن ناصحة ويا المنتخب. يعني حتى يجي لا بس راح أسمح لنفسي أن أعمل بعض الأمور العملية حتى يجي في هذا الخيمة فنان ولوحة تشكيلية كان مقتل، واعتذر بكلمة مقتل والباقي أثر. فوين العلاقة الصحية أو الصحية بين القيادة السياسية حركة سياسية وبين حقيقة آلية أسطورية؟ والآلية الأسطورية لا تعترف بحقيقة تستلب تفكير أو تستلب الوقاع هذه. وين يصير محدود مساق بلقمة العيش فقط حتى لو عند كفايتة المادية، لكن يبقى المصلحة هذه محدودة بهذه اللقمة، ومن ثم تصبح العلاقة بيننا وبين كرسي السلطة محكومة بالكهنوت السلطوي المسمى كالمرجعية. إذن مهمة الخطاب الثقافي توضيح المرجعية الدينية بوضوح علمي. من هي المرجعية الدينية؟
كيف يمكن أن تكون هناك علاقة جليلة لرجل الدين بمعنى رجل الدين المحدد بفلسفته وآليته واستغاله، وبل المعزل اللي نسميه كهذا ولا يمثل مجموعة الناس، هذا واحد. وكذلك القائد السياسي الذي يحكمه من المسيحيين لا يمثل المجموعات المذهبية المسيحية، وهكذا في الديانات الأخرى. لسه كنت أتحدث ويا المسيحيين قال إحنا أيضا غرقانين بالطائفية، الطائفية السياسية التي تزعم أنها تمثل المجموعات الدينية، ولسه لا طريق الشعب ولا جرائد المواطن والوطن شوية أحكي عن المدى لأن المدى فيها مساحات إيجابية، ولا حركات ديمقراطية عربية كردية كلدانية تحدثت عن رفض حقيقي سليم للكهنوت السياسي، ورفضت لنفسها أن تستخدم اللعبة، بل أن شعارات اللجان المركزية في أحزاب الديمقراطيين ترفع تعزية إلى الأمة مش عارف شن هي الإسلامية ولا المسيحية في مقتل فلان وقضية فلان. هذه هي الجريمة. وأنا أكرر، أنا غيرت في محاضرتي كثير في الجانب الثقافي لسبب مهم يتعلق بالعلاقة بين الآن في مجال الخطاب الثقافي. أول قضية رسمية هي المؤسسة التعليمية. أنا ما أقصد واحد زائد واحد يساوي اثنين. وفي مجال الخطاب الثقافي الأسرة والقيم الثقافية التي تنفرز عنها. في الروضة بيض الأطفال. أوكي الطقوس وهذه حريات. لكن رياض الأطفال يصير درس للتعازي والمقتل وسألت عنا قوى الديمقراطية ورجاء الله. أعود خطر وخطر وعلاقته بالقضاء العراقي والدفاع عن القانون وثقافة القانونية. هل الثقافة القانونية في البلاد ثقافة لا يمكنها أن تكون منغلقة في ذهن مثقف أو فكري إن لم يكن لديها جسر إلى الواقع نترك. كنت أتحدث عن أغنية في أكثر من مكان، أغنية لا سلطة لإحياء وجذب هذا المواطن البسيط، وهي أداة من أدوات الخطيئة الموسيقى والكلمة والمغنات حتى يكون عند الجمهور راسم. أيامها أنت تعرفون الكاسيتات والاحتفالات. هذه القضية شنو اللي سوينا؟ بعض المنظمات الديمقراطية معاها رواد في نفس البلد
تروح تجيب لي شاب وانا ما اعتب، انا اشجع الشباب انه يصعد وياخذ مساحته الحقيقيه ويغني ويرقص وكل هذه الاشياء مهمه. لكن الرائد الفنان المحترف صاحب الخلفيه صاحب الفكر ومنظمه ديمقراطيه تحتفل بميلادها تستثني قصدا سنوات طويله ولا سنه من كل 10 سنين، يعني وين العلاقه بين المثقف وبين وين الاستراتيجيات؟ ومن اللي دي يوجه مثل هذه البرامج؟ انا اعتقد انه في خطاب الثقافه طلع من وزاره الثقافه كان المفروض كان يكون هذا يعني موقف، والشاعر اللي احتج بالبصره على قضايا انسانيه كان ما يروح احتجاجه انه راح اعتكف بالبيت حتى الموت يروح بدون صوت حتى من اقرب الناس لي. هذا قضية، هذا أقصد بالفروقات. تعطيل وجود الروابط والاتحادات في قضيتين، يطلعون اتحاد إسلامي بدل اتحاد الكتاب، ويطلعون التعددية والقشمريات في سبيل إلغاء الاتحادات الواسعة وقوانينها. وين سوينا لحد هذه اللحظة على هذا السالفة؟ ما يميت هذا فاضل شامة، كان مفروض جاي عندكم اليومين، عليك اللي كانوا ببرلين عفوا اللقاء ويا اللقاء. عندنا ليش ما نتفق على هذه الفكرة البسيطة تكريم هذا الإنسان المبدع أكاديمي فنان أديب ببساطة تكريم المعنى والأدبي. ما قبل كانت العوائل فلان وفلان الوجوه الاجتماعية تحتفي ب حتى أسبوعية، هذه كافية للدفع. ليش هذه الموجودة؟ ثقافة التعددية لسه والله أنا سامع صحيح أنا ضد مصطلحات السياسة وأيضا في الثقافة التي تكرس الانقسامات على الصورة، ولكن التعددية غير تكريس الانقسام، يعني احترام الآخر تضمين وجوده. أشوفك قولي الآن أقولها وبصراحة لكتي قريبين علينا ما موجودين هون، عملنا شخصيا وآخرين هم من الكرد أكاديميين برنامج لأول مرة اليكتي، أقول لأول مرة أزعم سوى برنامج وطني ما هو قضية كردية. نروح نعمل هذا البرنامج بالخريف المضى، الآن أيضا المشروع موجود، الكرد سووه لازم بس الكرد يجون، وين العرب؟ العربي البشري هذا هو وين خطابنا احنا اللي هذه القضيه جد مهمه. المكتبه اللي احترقت والمكتبه اللي انهبت والمشكلات، ما عندنا متخصصين لمواصله قضيه بناء هذه المكتبه وجذب امور معينه، ما عندنا من يفوت على ليدن موجوده في هولندا اكبر مكتبه عالميا باللغه المخطوطات العربيه. خلاص غسلنا ايدنا في بريطانيا في مخطوطات عن السياسه العراقيه ما دخل لها احد. على ايش؟ انا اقصد بالمكتبه وماشي الحال في هذا الاطار. خلونا اذكر فقط بقضيه ان المكتبه المدرسيه والمكتبه الجامعيه بيد سلطه الكهنوت اللي يسموه ديني السياسي الحديث الان مسيطر على هذا المكان. ليش؟ زمن صدام كان محظورات وزمن المالكي محظورات. المالكي بالحقيقة وراء السلطة الكهنوتية. التراث وكأن القضية خرابة مذكور بالخير في العالم مسرحيته الخرابة التراث العميق اللي يدخل الإنسان للأخضر ينعكس عنده احساس يترتب فيه. مثل ما اقول ان هناك ثقافه عموديه وثقافه افقيه. هذه العمارات اللي تحجب البصر تولد هنا تركيبه في دماغ الانسان بطريقه، والامتداد الصحراوي يولد ايضا منطق معين، اليه اشتغال معينه. ايضا العلاقه بالاثر المنهوب من ايران ومن امريكا ومن مش عارف من
منقسمين إلى هذه ثقافة، أيضا هذه تشكل منطقنا العام. إيش قد درجة تنسيقنا على مستوى في كل بلد مهجر مع المنظمات النظيرة الثقافية؟ سؤال في هذه الخطاب يعني العناية الثقافة المهجرية الآن بدراساتنا سواء الأكاديمية أو في الخطاب الثقافي، ونقل وجود جسم هذه الأشياء إلى الداخل، تأثيرها في الداخل. الفضائيات والله فلان من الشخصيات زعلان على الفضائية الفلانية لأنها طائفية وفلان، يا جماعة راح أسمي بدون قصد الفرات والفيحاء ومش عارف إيش من الأسماء، يعني شيء عندنا أسماء وهذه الشرقية وحتى العراقية رسمين ما هو هذا الجمهور اللي دخلنا ومسيطرة عليه، خلينا نخترقها مثل ما مخترقين، ولا يزعم لي لا تنظيم ولا مجتمع مدني أنه ما مخترقين إحنا للقمة إلى درجة أنه من يلتزم سياسيا بحزب يساري عليه يروح يصوت إلى المرجعيات للقوسين أقصد الكهنوت السياسي. اختيار يوم وطني للثقافة كنا نتمنى أن يصير 14 تموز بعيد، يعني على عد أنه 14 تموز مو ثورة تموز، أقصد 14 تموز السومري اللي كان العراق يحتفل في جميع المدن بطريقة في مسارح رسمية، بعض اللي بين قوسين أساتذة لأغراض ما أو لظرف معين خاص بإمكاناتهم المعرفية يرفضون وجود هذه الأشياء مع أن مبانيها موجودة مع أن الكتابات موجودة. القصة صعبة أنه نعمل كرنفال بسيط بالمهجر ولا هم ولا هم، هذه هي القصدية من اليوم الوطني. أنا أحيي مبادرة من مجموعة بالعدد بسيطة ولكنها كبيرة وشامخة أنها ولدت هذه الفرصة، ربما صغيرة عددا ولكن عندما تتحول إلى خطاب إعلام معين سيكون لها أثرها الدولة في نقل صوتنا بطريقة مناسبة إلى الداخل وإلى المجتمع. أتمنى عليهم أن يطورون هذه القضية بجسور ممتدة. الآن أنا أملي هيك يعني يصير بعد ما أقول توقف له سؤال ولا لا كلمة من احتجاجية ولا تضامنية ولا تفاعلية تتحدث عن الكلمات، سيبكم إذا كان في لحظة معينة شفتوا قضية بها حماس. أنا باعتقادي الموضوع الأساسي رأس الشليلة أن المواطن العادي فرض عليه طريقة آلية التفكير الأسطوري، لست بصدد تفسير هذا الاصطلاح أو هذه العبارة ولكن أكيد معروف الفلسفة، وكيف نصل إلى كسر قص هذه الآلية واستبدالها بآلية جديدة للوصول لخطاب ثقافي شعبي، مقصد شعبي شعبي يصل لوقف سلطة الكهنوت وسلطة التعليم. كل واحد راح يقول لي الانتخابات الجاية احتفال سنبيها بدون النخبة الثقافية، هذا زعم، وإذا تخلى عن سلطة النخبة الثقافية وبحث معها في قضية استراتيجيات الخطاب الثقافي معناها هذه هي اللحظة الحاصلة. وأركز بالتسلسل من الموسيقى إلى الغناء إلى المسرح إلى اللوحة إلى الكاريكاتير إلى مفردات الإبداع الأدبي والفني إلى مفردات الخطاب الثقافي وتحويلها عبر الصحف المطبوعة ببرامج. يعني أخابر على فلان أخوي العزيز إحنا هذا الشهر راح نركز على هذه القضية، وخلال هذا الموسم 3 أشهر 4 راح نكون هذا هو موضوع قراءاتنا. إحساسي الفردي يقول أن هذا التنسيق مع عدد من الكتاب، أنا في آخر السلسلة اللي معروفين والمقروئين بنحاول، لكن أنا أتمنى أنه برلمان ثقافي رابطة جمعية مجتمع مدني وطبعاً الحزب اللي يقول أنا دوري أن أوفر الفرص لهذه الجهات أن يتوفر على مثل هذه الخطة،
لا أشكو، ولكن أعتقد أن المثقف العراقي مسؤول اليوم أن يقدم هذا الخطاب بطريقة مناسبة. ليست قضية أن أكتب والله وزعت هذا، ولا على طريقة أنا آسف لغياب من قال هذه العبارة، غير موجود الآن، هو حاضر معي من شخصية على رأس تيار ديمقراطي في البلد. قالوا إحنا أعلننا اللي يجي وما يجي شنو مهمتنا؟ طيب أنت في لجنة التنسيق وبرئاستها وتقول لي هذه العبارة على طريقة ألطم على رأسك للسخرية إذا كانت من سخرية تراجيدية. وطبعاً هذا لا يعفينا فردياً وجمعياً من أن نتحدث عن بدائل وعن نخطط على الورق كي ما يكون شيء مشترك فيما بيننا. تأكيد مع الثقافة العراقية ومع المثقف في شرق وعافية، أأكد على أنه هذه الجلسة وطالب المبادرين أن يستكملون لإيصال الكلمة للبرة وللداخل، ونحاول احنا مع بعض. اشكركم وتسلمون على كلمتكم. الايد مرتفعه قبل ما اكيد، واكيد يعني انا ما عندي اي شيء اخوي العزيز يعني ما راح الكلمه عند يوصل لباي صوتي يعني صوت مذيع. أنا حسيت بتعميم بالقول من اليسار وذهبت يعني تحديداً حسب الشيوعي العراقي يهيمن على الإطار الثقافي. أنا سكرتير منظمة الحزب في الدنمارك، وكنت خلال 20 سنة الماضية هو مكتب المنظمة، وحضرت كل الكونفرنسات الغالية اللي في معظم الأحيان قيادة سكرتير الحكومة. ما في مرة قيل هيمنوا أو تدخلوا في هذا الشيء. أنا أعتقد أن يعني ما سمحته هو نتاج مكان محدد ومنظمة محددة. احنا في الدنمارك علاقتنا ممتازه جدا، مثاليه بالوسط الثقافي وبالوسط الديمقراطي. احنا كل سنه نودي لهم كارتات وراس السنه نهنيهم، وما بس نطلع من كوبنهاجن نعبر المارمو، نودي سامي كمال والفلاح صبار ورياض محمد وسلام الصقر الى اخره، عدد طالب غالي وكوكب حمزه والجمهره الواسعه من المثقفين. علاقتنا ممتازه جدا، ومجنون ما مصطنع طبيعي. انا اشتغل في بيت العراقي الثقافي العراقي في اللجنه الثقافيه الكويتيه، سكرتيرتنا ولنا زوجة طالب غالي اللي ويانا منتخبين كلهم وجوه ثقافيه قسم منهم حزبيين، ما عندنا مشكله في هذا الموضوع مطلقا. واحنا كرمنا بدأنا، ربما احنا البيت العراقي الاول اللي كرمنا المبدع الحي بال 96، بدينا بسامي كمال ثم كوكب حمزه ثم طالب غالي، وكلهم لا علاقه لهم بالتنظيم الحزبي، يعني ابدا ابدا ما موجوده هذه القضيه يعني. فربما معاناه شخصيه انا احسها بعض المعلومات عنه. رحنا لابو نذير في تكريمه، وفد يعني من الدنمارك لما سووا له تكريم، انا وطالب غالي وسوي شغل الى اخره، يعني كاصدقاء يعني معارف احنا حقود. فهذا يعني ما اعتقد يعني ما اريد اقول دقه بس يعني ما تحكي هاي حالات خاصه بكل منظمه. منظمة اليمن صارت عندها مشكلة مع سعد يوسف،
احنا بالكردستان اجت صوره غير المسؤول الله يرحمه. اجى عاد الحبل شفنا سعد يوسف الى جانب عاد الحبل يفتتحون معرض نواب السعدون. يعني تغير مسؤول لانهم من صفه واحده. يعني بين هي القضيه ما في شيء بطل. ما في سياسه بهذا المجال. الان اكو صراع. يعني ربما الاعلام ضعيف، ربما اكو اشياء اخرى. فبالمطلق ما اعتقد اكو انهار. اكو شيء ذكر لي بعض الكلام يقول احنا كاتحاد الادباء احيانا نروح لابو داوود لابو نيسان وفي الجزائري نقول يا ابا ما معناه يعني مو وجبونا وانما ايش تردون؟ يقولون انتم اعرف من عندنا في مجالكم، انتم احسن من عندنا. بالنص قال هذه العباره باب الثامر هذه قبل الاسبوع الماضي كنا سوا يقول هم عندهم البريس سمعان وابراهيم الخيار ما اعرف دول الشيوعي ولكن باب الثامر هو رجل مو شبوح اسمه ولكن يعني يقول لك احنا بالعكس علاقتنا بالحزب ممتازه. بالنص قالها باب الثامر مو البريس سمعان ولا ابراهيم يعني وهذا رئيس اتحاد المدافع. فاتمنى ان تكون يعني لا تصير عندكم مشكله يجوز يعني شلون واحد يحلها. انا سامعك وعندك حريه انواع الجماعه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. راح يكون لي كلمه بس اسمح لي اخوي الدكتور. اولا يعني اشكر القيمه طريق الشعب خلال تحت هذه الفرصه الجميله ونشكر الهيئه القائمه على هذا الجهد الكبير. هيئه المبادره المستقله عن الخير. نعم. ثانيا نشكر الاستاذ الدكتور ليس الالوسي على هذه المحاضره القيمه والتي شخصت بمستوى عالي جدا مشاكل التعليم في المنطقه العراقيه الان وبالنسبه تحديدا اقول الثقافي وليس الثقافه العراقيه لانه المحاضره بشكل عام او الندوه او الحديث بشكل عام كان حديث تشخيصي اكثر من حديث تحليلي واحد. النقطة الثانية وهي ضفة يعني حضرتك قلت ان ابو ستينات كان الناس يزوجون بناتهم للمعلم حقيقة لا كان مثل شائع لو ملازم لو ملازم هذا نقطة واعتقد كل الستينات ذكروا مع اني اتفق مع النتائج اللي وصلت اليها في هذا الحديث عموما الا اني اعتقد ان هناك مصادر نسميها نظامية وهي ما يتعلق بالثقافة كان خلق بين الثقافة والثقافة الثقافية. أنا أعتقد أن تخص الثقافة هي منظومة تقريبا 40 وقوانين وأفكار عامة اللي امتدت عبر تاريخ بلد معين العراق أو أي بلد آخر. الخطاب الإعلامي هو خطاب اليوم غير بكرة. والخطاب الآن لو جاء متحدث إسلامي في هذا المكان يتحدث بخطاب ثقافي مغاير تماما ويعتبر انه يتحدث ثقافيا وانه هي الثقافه التي يجب ان يتبناها الشعب العراقي. نحن نتحدث عن خطاب ثقافي من وجهه نظر معينه. هذا الخطاب الثقافي الذي نتحدث عنه الذي نتحدث عنه الحقيقه نحن ايضا مسؤول عنه. يعني ليس فقط نتحدث عن اليسار وكانما اليسار في جزيره معقوله. نحن اليسار. ماذا قدمت جامعات هولندا المنتشره وهي المفروض تضم نخبه من المثقفين العراقيين العاملين في هولندا، ماذا قدمت؟ كل جامعه تشتغل في جزيره منعزله، هذا جزء من الخطا، هذا جزء من الخلل يجب ان يشخصه. هذه واحد. اثنين، هل تعاونت على اصدار جريده او مجله بشكل جماعي؟ يجب ان نتحدث بشكل عملي عن المسائل ونشخص عمليا ماذا يمكن ان نفعله في هذا المجال. التشخيص العام مثل ما تفضل الاستاذ داوود امير لانه احنا نعمم الحقيقه هذا كل شخصي كنا نعرفه وكلنا نتحدث فيه لكن المساله الاساسيه ماذا نفعل من اجل ان نتخطى هذا العام؟ شخصت ثم ماذا؟ سنخرج من هذا الخيمه ونحن نحمل نفس الهم. يجب ان يكون جهد مشترك جهد ايضا بشكل طفحي يعني الاستاذ البروفيسور الدكتور العلوسي يتناسب قليلا دكتور فلان يتناسب قليلا الاستاذ فلان يتناسب قليلا الاستاذ حميد المصري الاخبار فنان معروف والى تاريخ كرم يتناسب قليلا ليش اجتمعوا من اجل رابطه ثانيه للثقافه والاعلام.
انا اسمع بيه لكن مش افهم شايف شو وصل لكن مش افهم الرابطه انا مش قلت اليوم الرابطه اجتمعت بعد الدكتور كفيل الاجتماع للرابطه الطبي المتقابل مش عم بسال مش عم بسال ولا التي قالت اليسار الجديد نحن بحاجة إلى اليسار الجديد الذي بدأ السابقة كانت تحاول أن تنمي
داخل الثقافة العربية متنوعة كنا في عنصر واحد هو العامل القومي، في حين أنه هذا العامل القومي هو كل المعبر عن مجمل الثقافة العربية كاملة. اليوم من تكون العامل الديني أو صار كان عنده سلطة المثقفين، كان عنده سلطة، ولكن أكو إشكالية. هل الإشكالية هي فقط كانت من جانب السياسي ما كانت من جانب المثقف؟ يعني أحب أذكر دكتور أنه المثقف العراقي هو أيضا مولوع بالسياسة، مولوع بالدولة، يعني هو يتخلى عن استقلاليته في صالح السياسة، لأنه تنبوذ بالسياسة. السياسي عنده مشروع، عنده برنامج يوصل للسلطة. ايضا يعني اكو جانب من المسؤوليه تبع علاقاتك المتابعه. بس انا اريد اقول فقط انه كون اليسار العراقي ما كان فقط في تاريخ العراق صاحب سلطه. تحيه الى دكتورنا العزيز تيسير العالوسي، وايضا الى منظمي هذه الندوه، وايضا الجانب الثقافي، واخص بالذكر اللجنه التي تشكلت بمبادرة من أيضا إدارة الخيمة. ملاحظات يعني بسيطة. أنت يا دكتور عزيز يمكن عملت الخاص على العام تجربة، وفعلا فترة ليست قصيرة وجودك في هولندا لمست هذه المسألة. بس بالبداية منذ عام 95 تشكلت رابطة بابل لعلماء، وكان لها جمهور جدا قوي ولها فعاليات رائعة، وعملت عام 2000 وبالتعاون مع جمعية البيت العراقي نظمت احتفالية 10 أيام كانت رائعة جدا، ويمكن أيضا حضروها الكثير من المثقفين ومن دول كثيرة من الدنمارك ومن ألمانيا ومن السويد وبالداخل أيضا، وشاركوا فيها الهولنديين من المثقفين ومن الوزراء. فأكو جهد بذل من قبل المثقفين العراقيين في المهجر، وأنا أيضا أشخص قضية هولندا. لكن أكو هناك انحسار ما بعد التغيير اللي حدث عام 2003، وحصل إحباط لدى العديد من المثقفين وانسحابهم من المسرح الثقافي. نعم أنا أتفق ويا عزيزنا أستاذ داود أمين حول قضية التكريم للمثقفين. إحنا أيضا في هولندا، ولكن أمو يعني أنت ما تأخذ ما عملت المنظمة الحزبية، لا أنت أخذ أيضا الجمعيات ما عملت. عملت على الكثير على تكريم المثقفين، وأيضا يعني التكريم اللي عملناه للعزيز الفنان الكبير حميد البصري وفلقته، وأيضا إحنا عملنا أيضا تكريم إلى كوكب حمزة، إلى خليل شوقي، إلى آخرين. نسعى أيضا بهذا الجانب إلى تكريم من تبقى مما يعني عائشة لحد الآن، ونحتاج للتكريم، نحتاج للتكريم، لا نسعى هذا الاتجاه. بس أنا أقول يعني حتى في العراق وتجربتنا ما بعد التغيير، مثلا في النجف إحنا أول ما رجعنا سنة 2003 من شهر 11 أسسنا اتحاد أدباء، أسسنا اتحاد أدباء جديد في النجف، وكان له دور كبير في أنه في الحركة الثقافية والأدبية في النجف، ومستمر لحد الآن. وهناك أيضا ساهمنا بصالون الشيخ كامل السميسي، وحضر المحافظة، وحضر مجموعة كثيرة من رؤساء جامعات، جامعة الكوفة وغيرها والحلة. فهناك نشاط الحقيقة للمثقفين أنا أشوفه رائع، ولكن ملموسياتك هي أيضا صحيحة بالنسبة
عدم الاهتمام للإعلام في عكس ما يدور في هذه المؤسسات في هذه الأماكن الثقافية. طريق الشعب نعم تفتقر، ونحن أيضا أشرنا أكثر في أكثر من مجال. أنا عضو لجنة ثقافية، أشرنا إلى هذه المسألة، أشرنا أن قصور هناك قصور واضح في طريق الشعب وأيضا في صفحة الطريق. بعض المجتمع كان بالرموز التاريخية كتموز وانتهاء لمنظومة العقل الجمعي العراقية تحديدا. هذا كله يمكن معتبر دكتور انه فعلا محاضرة تشخيصية وانا اتفق مع هذا، وكذلك ما اتفضل به الاخوان من عمليات الاتحادات والجمعيات اللي قامت بتكوين المثقفين والفنانين كلها صحيحة أيضا كل ما قاموا به تشكيل مؤسسات واتحادات، ولكن المحاضرة يبدو توجه إلى سؤال مهم جدا، وهل بإمكان هذه الجمعيات والمؤسسات واليسار بشكل عام لتأسيس خطاب ثقافي جمعي موحد قادر على التغيير؟ وهذا السؤال تحرر للجميع عزيزي الدكتور. شكرا جزيلا، شكرا للإنصاف. بس ما زلنا نسمع عنهم. أول شيء رحب بالقادمات والقادمين الجدد. هذا صوت لكل الناس. حتى لا أختزل إذا كانت أي ملاحظة هيك ما جاء أزال بعيد القاعة رئيسة المؤسسة، ولست بسعيد بمقعد المنصة بخاصة بعد ما توقعت وكررت كثيرا أني متوقع هذا الدفاع عن ليس الديمقراطية وإنما عن الحزب الشيوعي العراقي فقط. أكرر القول، شكرا لصوت الأخير في التداخل بسبب لأنه لامس ما تحدثت به. خطابي ثقافي دكتور، خطابي ثقافي، وعرجت على الثقافة البنيوية، لكن ليس هذا الموضع لتشريح البنيوي للثقافة والمفهوم. كانت هناك إشارة سريعة وعبرت للخطاب الثقافي، وما في الخطاب الثقافي، فليس دفاعا عن نفسي، ليس لمشكلة أن تتعدد الأعراق، كما أنه الفكرة الآن أنا أتحدث فقط لحتى أزيل اللبس. أؤكد على أنه هذه الحلقة الموجودة بشكل مشترك، جميعها تدافع عن التيار الديمقراطي بينهم الشيوعي حزبا توجيه، ولكن من أحس أن هناك تعليم بشكل آتي عزيزي دولي رفيقا ومثقفا وشخصية مدنية، ليس في خطاب، وسيشمل هذا الأصوات التي أيضا أكدت ما قلت من تعميم، لا للتجربة والمدن وليس لي علاقة بهذه التجربة في خطاب اليوم، لأنه يا عزيزي أنت تتحدث عن تجربة الدنمارك بخير، وأنا كنت سعيد جدا على التماس مع تجربة الدنمارك في زيارتين فضل عن العلاقة وكل الاتصالات، وهي تجربة خير، ولكن كونك تنصحني بعدم التعميم أنا أشكرك، هذا صحيح. ألا نعمم تجربة شخص أو منظمة أو مهجر على التجربة، خلينا نشترك بقضية عدم التعميم. الأمر الآخر،
ليس في خطابي ما يعمم تجربة أي بلد بضمن هولندا، أي بلد بضمن هولندا، على أن هناك سلبيات تعم على أنه هناك قطيعة بين المثقف واليسار وتحديداً الحزب السوري. هذا ليس موجوداً في خطابي، أرجو ألا أكون فعلاً كان في إشارات قد كونت ذلك. خطابي كان يعني هل العلاقة بين المثقف والثقافة من جهة والسياسة وتحديداً الديمقراطيين ولنقل الحزب الشيوعي من بينه علاقة مكتملة ومثالية وصحيحة اليوم؟ الأمر الآخر، هل هذا اليسار وتحديداً الحزب الشيوعي يا عزيزي، هنا ما في تحميم على تجربة لا بلد ولا، أنا أحكي عن كل الحزب الشيوعي، عن الحزب الشيوعي مكتب سياسي لجنة مركزية، وعن حزب أي رفيق موجود بي ليس منفرداً ولكن ككتلة موجودة، حزب حركة لها إفرازات الذي طرح علينا هذا اللي أنا كان موجود عندي وأزعم الآن ما في تعميم، أزعم وقد أكون مخطئ، لست لا نبي ولا ملك ولا شيء، أزعم أنه لا يمتلك هذا الحزب أي استراتيجي الآن ومنذ 10-15 سنة وربما أكثر. الاستراتيجي الثقافي هو كذا 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 كذا، وتحدثت أنا عن استراتيجي، ما في موجود، ما قصد أن هذا الحزب ورفاقه ومكتب السياسي واللجنة المركزية ما عندهم علاقة، أنا على علاقة ليست شخصية مع مثلاً جمعية الثقافة في بغداد برأس العزيز سواء رفيقاً أو مثقفاً في الجزائر، وهو فندر يقوم بمهمة رائعة ولكنه ليس الحزب. بعدين حتى هذه الهيئة لا تعبر عن استراتيجية ثقافة، هناك خطوات أنا أعرفها على اطلاع على صلة مباشرة والنشاطات تأتي أسبوعاً بأسبوع. القضية قضية استراتيجي ثقافي، هذا كل قضية ما كان عندي مشكلة معه، لا شخص ولا مكتب ولا لجنة ولا حزب ولا تيار، ولكن أزعم أن هناك للثقافة استراتيجيات، الثقافة لا تحكي بالجزئيات، في الثقافة هناك، لذلك أنا تحدثت عن مفهوم الثقافة، أعجي بعد شوية للإجابة، فقط أنا قاعد أقول في زعل أن هناك استراتيجية مرموزة. الأمر الآخر متعلق باستخدام المصطلح، وضربت لكم مثال أنه لجنة مركزية تقول تعزي الأمة ما أعرف إيش الإسلامية في مقتل فلان ولا في عزاء حقيقة هو لجنة تاريخية، فالخطاب الثقافي الذي يتلائم مرحلة بما الرفاقية لكنه حلو الكلمة طيب لنا ذكره لأنفسنا، هذا هو الكلام. العلاقة طبيعة بين المثقف والسياسي ما فيها تجربة محددة بها تعيين، موضوع الهيمنة ما تحدثت عنه لأنه لا يهم الخطاب الثقافي بهذه القيمة، موضوع الثقافة والثاني تصريحاته هي تأكيد آخر، القضية الفردية في العلاقات الوثيقة العربية في العراق بعد السمور وجو العثمانية، قاصد أن أستخدم عثمانية، وهذه الانكسارات ما عمرها ماتت الثقافة بالتأكيد. أنا لم أقدم في محاضرتي فكرة أنه انكسرت الثقافة ومتنا، لم هذا هو القصد. وفاركار وحضرتك وأي صوت آخر يتحدث عن انتصار الثقافة وفعلا في مسرح، بس يا عزيزي أن يكون أفراد أبطال مثل المسرحي الشهيد هادي مهدي يترك الجنسية الأوروبية ويروح في الداخل ويقدم لعمل ولا آخر وليتحدث سياسيا، قلت بوصفة منظم هو مثقف هو منظم سياسي المظاهرات مفتوحة والجسور موجودة أي صعب ونقوم كل دقائق اليسار ما عنده سلطة سياسية والإشكالية عند الجانبين. أنا أزعم أن المثقف في إشكالية الأداء الفني، أنا أتحدث من يوفر الأداء الجمعي، ليس المثقف ليس المبدع، ولكن هناك جهة هي التي تتحمل مسؤولية تجميع هذه الجهود وصفها بشكل جمعي.
تجربتي اللي يشكي سياسيا من هولندا وانا ايضا اشكو. رجعنا والله يا جماعه هولندا فيها قيم ثقافيه وفيها اداء هناك ثقافات لا باس. هذه الثغرات مرقتنا على زياده، ما في شكوى بالطريقه السلبيه اللي تهدم بعضنا، ما هي القضيه. ولكن كونوا على ثقه انه ما يشتكى منا يحتاج الى اجراء سواء بالنسبه للاحزاب او بالنسبه للجميع. نقطه، كنت تحدثت في مؤتمر للممثلين المنظمات حاج الجهاد وقلت صريحه في وجه احد الحزبيين خارج المجتمع المدني أنا ما في ما عندي مشكلة ويا أبو فرح يعني البيت العراقي انتباه عراقي رب وكان البيت العراقي أبو فرح مع تبيوس هذا معناته شرف من السنة. لا قولوها بصراحة ما في تياري، هذه هي القضية اللي نحكيها. لكنه في الهم الثقافي ما عندي أي علاقة بهذه الإشكالات السياسية وبالسياسة إن شاء الله تتعدى. أنا كان المفروض أنه أجيب أنه للثقافة تعريف ومن هذا التعريف أحكي عن المفردة اللي نتحدث عنها، مفصل التفكير الأسطوري، فرض التفكير الأسطوري وإشاعته في الحياة الثقافية العراقية في حياة المواطن البسيط، ثقافة الناس وثقافة النخبة. ما في جسر بين ثقافة النخبة وثقافة الناس، ثقافة الناس مسروقة للإكليريك أو لنقل لي الثقافة الطائفية السياسية، الثقافة اللي يسموها الدينية، المرجعية الدينية. هذا الكهنوت الديني القروسطي اللي هو نفسه 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 أكبر اللي الكنيسة في القرون الوسطى موجودة الآن، النجف وسامرة يعني ما يسموهم سنة وشيعة كذبا وادعاءات، هذا هو اللي لازم، هل هي راس الشيعية؟ وداعتكم قضية الدفاع أنا أحترمها مرة أخرى حتى لا يبقى في نفس الحد. اليسار يؤدي دوره لكن نتمنى أن يجد مع المثقفين وحركة الثقافة وسيلة استراتيجية توقف العراقيين والثقافة الثقافي الشعبي من سطوة الكهنوت السياسي. نقطة، إذا أنقذنا العراق من الكهنوت السياسي القائم بالآليات اللي تحدثنا عنها بلا إعادة هو هذه المهمة، والجميع مع بعض في نفس المسار بنائيا تعاضديا تعاونيا. وآسف للإطالة على اللجنة المنظمة بالتأكيد في نشاط خمس دقائق انكسار ثلاثة. التحية أولا لهذا الحضور للعقول الموجودة وللمبدعين الموجودين هنا. أنا أتأمل أن هذه هي وقفتنا مع شهداء الثقافة وأيضا شهداء شعبنا، وهو موقفنا التضامني الحقيقي مع إنقاذ هذا الشعب من أسر مافيات الفساد اللي تسمى حكومة أو سلطة سياسية بالأسماء بينها بالتأكيد وسائل لها دبلوماسيتها مع السلطة، ولكن أيضا على مستوى علاقتنا بالشعب ثقافة وسياسة موجودة تضامنيا. وجودنا هنا هو للتضامن، وهو مثل ما يقولون قد يكون شوي أكثر من أضعف الإيمان، لكن المصطلح يسمح لنا بأنه نؤكد أن تضامننا سينتقل عبر الشعوب والمنظمات الأوروبية وغيرها نحو الداخل. تحياتي لكم، شكرا لتحملكم لكلماتي المتواضعة لكنها فخورة بوجودكم، وإن شاء الله دائما هذا عموماً هو هذا النقاش الذي يبقى مفتوح أحد المعطيات التي موجودة، من الممكن أيضاً يصير ندوات قوى داخلية، ممكن يصير حوارات داخلية. أتمنى يكون دكتور تيسير موجود ربما يريد أن يسافر أو يرجع، فإذا بقى من الممكن حوارات حقيقة تكون إلى شكل مثل إنتراكتيف ما أعرف شو اسمه في العالم سامحوني صار لي 50 سنة طبعاً وأهلاً وسهلاً كريم.
الو فرات عبد الكريم.